تصور يا نشوى، انا كنت فاكره ان انا ليا خاطر كبير عندك. حضرتك عارفه انا بحبك قد ايه. طب ليه رافضه ان انت ليك يزورني؟ انا اتبسطت والله لما جالي منك تلغراف التعزيه بتاع صفوت الله يرحمه. قلت الحمد لله، النفوس هديه ونقدر بقى نعيش حياتنا بشكل طبيعي شويه. بعد إذنك نأجل الكلام في الموضوع ده شوية لحد ما أنا وفريد نتكلم الأول مع سعد بيه، وبعدين أنا بيتي مفتوح في أي وقت، حضرتك تشرفيني أنتي وهبة وباسم ورضوى، تعالي العبي مع الدالي زي ما أنتي عايزة. يعني المفروض بس هو سعد. بعد إذنك. هتكرنا على الله، عندي ميعاد. استنى بس، انت هتمشي الاجتماع لسه شغال؟ اجتماع ايه؟ انت شفتي لما اديت المستندات لرفقي بيه قال لي ايه؟ قال لي ارباحك كده وشغلك كده، يعني انا فوق الشبهات خلاص. اللي اداك يدينا يا سيدي ان شاء الله. طب قول لي، استناك على الغدا. خليها عشاء. ماشي. طيب ماما، انا عايزه امشي، القعده شكلها هتطول، وانت عارفه حسام شقي قد ايه، وصباح مش هتقدر عليه. الله، ما انت عارفه من امبارح ان في اجتماع مجلس اداره النهارده يا هبه. ايوه، ما كنتش فاكره انه هيتاخر كده. وبعدين يا ماما، انا شركتي لسه اصلا بتبدا تشتغل، وكل اللي عندي اتكلمت فيه مع بابا امبارح في البيت. البيت حاجه والمجموعه حاجه تانية يا هبه. اتفضلي كلمي صباح، خليها تخلي بالها من حسام لغايه ما ترجعي، وانا هحاول ادخلك بعض رشاحات لو هستاذن منها شويه. يلا قوم. حاضر. انا هروح اعمل شويه تليفونات، هكلم المستشفى، هشوف ماهر عمل ايه في موضوع ميمي التلت ده. طيب مش هتاخر. باي باي. باي. طيب خلاص، يبقى ما اختلفناش. انا عندي فكره، ما تيجوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونلغي فكره البيع خالص، ونخلي الامور ماشيه زي ما كانت ايام المرحوم فوزي التالي. انا قصدي في المجموعه. يعني التجربة دي فشلت اصلا، وانت من البداية اخترتي ورحت لسليمان، اثق فيك ازاي بعد كده؟ حضرتك يا ريت تسيب الموضوع ده وتركينه على جنب، وان كنت عايز ضامن فباسم بيعرفني كويس ومعشلني ويقدر يضمن. الكلام ده في البيت يا مدام، والبزنس غير البيت. هنفكر في العرض بتاعكم ونرد عليكم. يعني اذنكم، يلا يا رشا. حاضر. ليه بس كده يا سعد؟ كان بالراحة عليهم عن كده. يا رأي يا رفقي، هو الشغل فيه طبطبة؟ هنضحك في وش بعض وكل واحد مخبي خنجر للتاني ورا ظهره؟ ازيك يا ماما؟ الحمد لله. باسم، ممكن يا باسم تبقى تسأل عليا؟ انت بجد بتوحشني قوي. وانت كمان يا حبيبتي، عايزك تخلي بالك من نفسك. وانت كمان يا رضوى. حبيبي خد بالك انت من نفسك وبطمني عليك. شكرا. مع السلامه. هيا نشوى، اخبار الدالي الصغير ايه؟ الحمد لله، ومبروك على الجواز. الله يخليكي، ميرسي قوي يا نشوى. طبعا اذنكم. باي باي. ميرسي. هاخد دورك يا نشوى، انا وهبه لازم نمشي حالا. مهمة جدا بقى ساعة اللواء. يعني بس يعني ماشي. معلش يا جماعه، انا متاسفه، ممكن تخلصوا اجتماعكم معايا انا وهبه الاول؟ ايه خير؟ في ايه يا ألفة؟ الدنيا بره تخرب، مش قادره اقعد. وبعدين اصل انا وهبه لازم نمشي عشان حسام عامل دوشه. انا عارف، معلش. خلاص مفيش مشكله، احنا هنأجل اجتماعنا لبكره، الدنيا ما طرتش. خدي هبه وروحي، بس اطمنيني اول ما توصلي. حاضر. كده احسن. وخدي رضوى كمان وتجيلي البيت بالليل. ماشي يا سعد. مش هنتاخر يعني، مفيش قدامنا كتير. مع السلامه. مين اللي فاضل؟ مدام نشوى فريد. على البركه يا سيدي. الله يبارك فيك يا حاج. مش ناسي حاجه. ودي حاجه تتنسي برضه؟ ما انت ما حددتش عايزهم مصري ولا دولار. وده سؤال برضه يا حاج. بالدولار طبعا. امرني. اتفضل.
دي رز بالدولارات فيها 15 دولار زياده على حقك. اتفضل. كلك كرم يا حاج، كلك كرم. انا عليا ليك، وطول ما جسر المحبه بينا نهر الحب هيتملي خيرات. اللهم امين. بقول لك ايه، بينا تليفونات، ولما تبقى تيجي المره الجايه قبل ما تيجي اعمل لي تليفون عشان اجهز الحاجه. هيحصل. الحق بقى ودي الامانه لاصحابها. اتفضل يا ابني، في امان الله، ربنا يكفيك شر اولاد الحرام. اللهم امين. انا بمد ايدي للمره الثانيه، وباكد لكم اني عاوز افتح معاكم صفحه جديده. وانا بعرض شراء مقر المجموعه من مدام نشوه بالسعر اللي تحدده. السعر اللي حددوه النهارده ولا بعد 17 سنه؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك هتدفع لي ثمن المقر بسعر النهارده ولا بعد 17 سنه لما الدادي الصغير يتم سن رشد ويتحكم في املاكه؟ هو مش فكري بيه برضو، عارف ان بعد ما حضرتك اتنزلت لي عن الوصاية بقى في مجلس حاسبي بيتابع معايا. لا، ما احنا كنا هنلجأ للقانون لو المسألة تمت مع حد غريب، لكن مدام في بيتها والدار أمان ممكن المسألة تخلص بينا وبين بعض. يعني سعد بيه عايز يبتدي معانا صفحة جديدة بمخالفة القانون. نشوى هانم، مفيش داعي لأي اتهامات ملهاش أي أساس من الصحة. البيع والشراء هيتم بشكل قانوني بس بعيد عن التسجيل، هيتكتب عقد ابتدائي وإن شاء الله يتم التسجيل ويستوفي شروطه لما الدالي الصغير يبلغ سن الرشد. وانا ايه اللي يضمني ان سعد بيه ما يقدمش الورق اللي انا همضيه للمحكمه والاقي نفسي متهمه بخيانه الامانه وتبديد مال القصر؟ يا بنتي يا نشوى هانم، انا ما فيش جوايا ناحيتكو اي نيه غدر او سوء، واحنا ما بقيناش عندنا ثقه في حضرتك عشان اعمل اللي انت بتطلبه مني. واضح ان النفوس لسه ما صفيتش. انا مش منتظر ردك دلوقتي، خدي راحتك وفكري واستشيري فريد بيه، بس احسبوها بالعقل واحسبوا ان في طفل بين العيلتين. شكرا لكم. انت عقل هناك، استنى عندك، استنى عندك، استنى اضربك بالنار. ايه ده؟ ضرب نار، ضرب نار. حسين، 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 ده كان ونام. بس يا ستي طمنتي قوي نايمة، انا هروح اشوف ايه ضرب النار ده. لا يا ماما مفيش خروج بره، احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. طب يا ستي مش هخرج. خلاص شو، تعالي نقعد جنب. بس 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 كلازمتها ايه بس حكايه شراء المجموعه في وسط الازمه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي يا سعد؟ واحنا عندنا سيوله، ولو عندنا كنا نحل بيها مشكله لندن من باب اولى. يا رفقي مقر المجموعه ما يقلش اهميه عن مصانع لندن. انا عارف ان احنا هنتعب بس في النهاية هنقف على رجلينا تاني ونثبت نسبة وضعنا. خلاص فهمني وانا معاك. انا بفكر ان احنا نعمل اجتماع لكل رؤساء المصانع والشركات التابعة للمجموعة سواء جوه مصر او بره مصر، ونشوف ايه اللي بيخسر وايه اللي بيكسب ونبيع اللي بيخسر. الله، وافرض بعد ما عملنا ده كله نشوى غالت في ثمن مقر المجموعة؟ ان شاء الله هنقدر ندفع لها اللي هي عايزاه. خلاص انا هعمل معاهم اجتماع الاسبوع اللي جاي. كويس ماشي. فاضل حاجتين بقى انا عايز اكلمك فيهم بخصوص اجتماع النهارده. قول. اللي كنت خايف منه بالنسبه لباسم ورشا بدا يحصل. الحكايه دخلت في عندي يا سعد، واضح من تصرف باسم في الاجتماع انه ناوي يكمل. ما تنساش ان باسم جواه دالي برضه، مش هيستسلم بسهوله. يعني في حاجه تانية كنت عايز اقولها لك.
ايه في ايه تاني؟ موقف فريد في الاجتماع كان باين عليه انه مش عاجبه طريقه نشوه في الكلام. حسيت انه متفاجئ بشراستها في كلامها معاك. انا بقول يعني ان اتعامل معاه ودي تبقى ورقه ضغط على نشوه، وده برضو يساعد في الهدف اللي انت عايزه. وماله؟ ثانية واحدة. الو يا داليا. لا انا موجود بس ما تاخريش. مع السلامه. ما تمشيش قبل ما تشوف ايه موضوع داليا ده كمان. حاضر. انا اذ عندك حد تاني؟ عبد الغفور؟ لا اديله ميعاد بكره، ما عنديش دماغ اسمع الرغي بتاعه. هرب؟ ايوه يا فندم. بس هيروح مننا فين؟ امال ضرب النار اللي انا سمعته ده كان ايه؟ كان تهويش سعادتك. بس انا عايز سعادتك تتفق لي خير وتطمني على الاخر. انا اخدت نمره الموتوسيكل وهوصل له عن طريقها. اسمحي لي اكلم سعد بيه عشان اعرفه. استنى بس، امسك الراجل الاول وبعدين بلغ سعد بيه. كفايه المشاكل اللي عنده في المجموعه اللي تشوفيه. بعد اذنك. طب بعد اذنك سؤال، ممكن تقول لي الراجل ده اللي كان بيلف حوالين البيت شكله ايه بالظبط؟ شكله بني ادم سعادتك. بعد اذنك. بني ادم سعادتك. طيب اوعى تكون فاكر اني ما كنتش متوقع انك تلعب دور البطوله اللي انت لعبته قدامي دلوقتي وانا بطلب منك انك تساعدني ضد حماك. الله الريحه حلوه قوي يا اخي. انت بتحب البط؟ ده بط انا لسه صايده امبارح من الفيوم. مفيش احسن في الدنيا دي من انك تاكل اللي انت صايده، حاجه بتبقى جميله كده وفريش. اصل مفيش حاجه مضمونه الايام دي خالص، حتى البط. امسك. هتاكل معايا بقى علشان يبقى عيش وملح ولا هترفض برضو؟ انا هسيبك تستمتع انت بالبط وهتكل انا على الله، لان انا ما عنديش كلام تاني اقوله. استنى بس، استنى، رايح على فين؟ خليك قاعد. تعرف انا سمعت الجمله اللي انت قلتها دلوقتي دي كم مره؟ كتير قوي. شيل الراجل امسك. بس الحاجه الغريبه بقى في الموضوع ان باستمرار اللي بيقول لي الجمله دي في الاخر بيوافق على اللي انا عايزه. عارف ليه؟ عشان انا عمري ما اديت فرصه لاي حد ان اكون عايز منه حاجه وما يعملها ليش. ده تهديد؟ امال جايبك معايا هنا عشان تاكل بط؟ شوف تعالى نتفق من الاول عشان لا اعطلك ولا تعطلني. انت هتنفذ اللي انا طلبته منك بالظبط، لانك لو ما نفذتوش المؤامره اللي انت عملتها عشان توصل للمذكرات هتبقى قدام سعد الدالي قبل ما حضرتك توصل لبيتك وتقول لمراتك اللي هي بنت سعد الدالي مساء الخير. وبرضه اللي انت هتعمله ده مش هتعمله لوجه الله. انا مش هستغلك لمجرد ان انا ماسك عليك زله. انت ذكي طموح وعايز تعمل لنفسك كيان مستقل في السوق، ووجودك جنب سعد الدالي مهما اداك شركات ومصانع وعلاك مش هيكفيك. طموحك ده هو اللي هلاعبك بيه وهخليك تنفذ اللي انا عايزه بالظبط. طب وانا ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ نقطة نظام أخيرة بس قبل ما أقولك ايه اللي مطلوب منك دلوقتي. شوف أنا عارف إنك مش هتبقى أونست معايا 100%، وعارف كمان انك هتحاول تفلفص وتأمن نفسك عند حماك. عشان كده انا عايزك توعدني دلوقتي انك هتنفذ الاتفاق اللي بيني وبينك. عارف ليه؟ لاني باستمرار هبقى سابقك بخطوة لقدام عشان ابقى عارف بالظبط ايه اللي بيحصل، وابقى عارف كمان اللي انا عايزه هو اللي هيتنفذ في الاخر. فاتك نص عمرك. يعني انا اخويا اكلت وشبعت وانت لسه ما ردتش عليا. واضح من كلامك كده ان انا
مش هيبقى عندي فرصه ان انا اطلب منك ان انا افكر. يا راجل احنا قلنا مفيش داعي ان احنا نضيع وقت في حاجه مش هتحصل. طب واللي انت طالبه مني ده عايزه امتى؟ The sooner the better. كل ما كان اسرع كل ما كان احسن. الريتم مهم جدا. طبعا اذنك. انا مش هستنى كتير. ها؟ ما تنساش. قول لي انت عارف باب السكه ولا ابعت حد يوصلك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقة والغدا هيكون جاهز. لا يا حبيبتي ما تتعبيش نفسك. مش هتاكل؟ نشوى انت عارفة انت بتعملي ايه بالظبط؟ انت محيراني معاكي جدا. طب ليه وافقتيني وبعتت تلغراف التعزية لما اللي في دماغك من ناحية عيلة الدالي لسه ما اتغيرش؟ يا فريد انا عملت كل حاجة علشان خاطرك لكن انا فعلا مش قادرة اسامحه. طب اخر ده كله ايه؟ لازم نبعد الدالي عن الجو ده. ايه رايك لو نصفي كل حاجه ونسافر بره مصر؟ انت بتقول ايه يا باشا؟ زي ما سمعت يا سمير سليمان بيلوي دراعي وعايزنا نتجسس على سعد الدالي لحسابه. بعتين بيقولوا هيبعتوا لنا دعوه نسافر ماليزيا نحضر معرض الصناعات الالكترونيه اللي هتنزل الشرق الاوسط. حاجه زي دي بقى ممكن يعني بعد ما نغرب المجموعه زي ما قلنا تساعدنا ان نمسك السوق في منطقه جديده عليه. يا سعد ايه شكلك مش متحمس ليه؟ لا لا ابدا. انت اختار مهندس تكون بتثق فيه وخليه يسافر يجيب لنا البيانات بالتفصيل يعني. لا 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 بجد بقى مالك في ايه؟ يا سعد بقى لي مده عارف انا في سؤال عمال يتنطط جوايا هيخنقني. خير في ايه؟ يعني انا بكبر وحارب واتعرض للمؤامرات اللي حواليها دي كلها عشان مين؟ عشان مين؟ هلا نسيت يا سعد عشان حلمك اللي احنا كلنا صدقناه ومشينا وراه. تضمن منين يا رفي الحلم اللي احنا صدقناه وجرينا وراه العمر كله ما كانش وهم، سراب.